تعتبر جامعة الفرات أغلى لؤلؤة في مدينة إيلاز، التي يقارب عدد سكانها في يومنا هذا حوالي 600 ألف نسمة. الحياة الأكاديمية في جامعة الفرات بدأت في عام 1967 بمدرسة تقنية عليا، أما اليوم فهي تكمل دربها ونهجها التعليمي بمعاهد وكليات ومعاهد عالية للماجستير وأقسام علمية رئيسية وبرامج الدكتوراه في 312 قسماً وب 45 ألف طالب و 2000 كادر أكاديمي وبمجموع 4000 موظف في الجامعة، وعلى امتداد على مساحة 7 مليون متر مربع تعتبر جامعة الفرات أكبر جامعة في منطقتها. وضمن بنائها فهي تضم 4 معاهد للدراسات العليا و16 كلية ومدرستان عليتين و9 معاهد مهنية والمعهد العالي للموسيقى و25 مركزا للأبحاث ومحطتي راديو وتلفزيون تقومان بالبث لمدة 24 ساعة يوميا وبإصدارها لصحيفتها الشهرية. تكون الجامعة التي تتابع مسؤوليتها عالميا تجاه الإنسانية جامعة الفرات. تقوم جامعة الفرات وهي العضو الخامس في الأمم المتحدة كجامعة تركية بالتعاون العلمي الثنائي والمتعدد مع العديد من شبكات التعليم العالي العالمية مثل مجلس الجامعات العالمية ومنطقة التعليم العالي الأوروبية. ووفقا لبيانات تصنيف الجامعة حسب الأداء الأكاديمي في الجامعة، فكونها من بين أفضل 1000 جامعة في العالم هي نتيجة فخر لأنشطتها العلمية تمت كتابة اسم جامعة الفرات. وإنها ليست صدفة أن تكون في المركز الخامس في قسم الهندسة تاركة خلفها أهم الجامعات التقنية على مستوى تركيا، وأيضا في المركز الخامس عشر بين الجامعات الحالية وفقا لبيانات عام 2019. إن طلاب جامعة الفرات لديهم فرصة كبيرة بدراسة فروعهم الأساسية أو دراسة فرعين إضافي والحصول على ملحق الشهادة للاعتراف الأوروبي، وكل ذلك بدون إطالة المدة الدراسية المحددة، بالإضافة إلى إمكانية حصول طلابنا على شهادات مشتركة من جامعات شريكة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى لها اتفاقيات مع جامعة الفرات. شهادة جامعة الفرات. بالإضافة إلى ذلك يواصل طلابنا تعليمهم من خلال برنامج التبادل مثل إيراسموس وميفلانا في الخارج واتفاقات التبادل والتعاون مع 130 جامعة حول العالم. في جامعة الفرات إن أردتم فستكونوا وحدكم مع الطبيعة في غابات وحدائق الحرم الجامعي، وسوف يكون لديكم وقت هادئ ومريحا. وإذا أردتم يمكنكم المشي لمدة 15 دقيقة إلى المدينة، ويمكنكم المشاركة في العديد من الأنشطة والانضمام أيضا للأنشطة الترفيهية. ستكون الحدائق الثقافية في الجامعة هي عنوان اجتماعاتكم العلمية والاجتماعية مع أماكن مخصصة للأنشطة مع أصدقائكم. في واحد من أكثر من 100 ناد علمي وفني واجتماعي ورياضي داخل الجامعة يمكنكم الإعلان عن اسمكم واسم ناديكم واسم الجامعة للعالم مع أنشطة تستهدف اهتماماتكم، بالإضافة إلى احتفالات الربيع وليالي التخرج وحفلات نهاية العام التي تقام في كل عام في الجامعة. ومختلف الأنشطة الموسيقية ستوفر للطلاب وقتا ممتعا. المعارض والعروض الفنية والرحلات البيئية والجولات الوطنية والدولية هي الأنشطة المعتادة التي سترونها في جامعة الفرات، مع امتحان يوس جامعة الفرات المرموق عالميا والذي يقام في جامعتنا كل عام، وذلك لاختيار الطلاب الدوليين. ففي يومنا هذا تضم جامعة الفرات أكثر من 2000 طالب دولي من 50 دولة. ومن ناحية أخرى فإن مركز تومر للتعليم اللغة التركية يعد مركزا وظيفيا للغاية، حيث يعلم الطلاب الأجانب اللغة التركية ويتواصل حول الطلاب بين بعضهم البعض اجتماعيا. يوجد العديد من المساكن الطلابية للشباب والشابات حول الحرم الجامعي، كما توجد المساكن الخاصة، ويمكن للطلاب السكن بأسعار معقولة وبشكل سليم وآمن ومريح. مستشفى جامعة الفرات الذي أنشئ في عام 1984 هو واحد من المستشفيات الإقليمية في شرق تركيا، وكلية الطب التي توفر التعليم ضمن معايير الاتحاد الأوروبي مع موظفي الرعاية الصحية العملاقة، تقبل المرضى من 4 قارات من دول العالم. في مستشفى جامعة الفرات المجهز بمعدات حديثة للغاية وذلك بمستوى علمي فائق، يقدم اليوم الخدمات للسكان المحليين في تشخيص وعلاج
لجميع الأمراض من علاج الأورام حتى زراعة الأعضاء من خلال 47 قسماً واختصاصاً و73 عيادة متواجدة فيها. يتم أكاديميون الذين يقومون بتقديم شتى الخدمات في مجال التسويق والاستشارات لجميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى أدوارهم الأساسية في التدريس والبحث التقليدي، خدمات الإرشاد النفسي والتربوي والتدريب مدى الحياة لطلاب جامعة الفرات. جامعة الفرات التي حصلت على تصنيفات وجوائز عالية في المسابقات الوطنية والدولية في المشاريع التي أعدها طلابنا ومستشاريهم، طموحة بتكوين كل طالب باعتباره أفضل طالب. جامعة الفرات التي تنقل الطالب إلى المركز من خلال منهاجها التعليمي الحديث بشعار روح العمل الجماعي مع موظفيها من الأكاديميين والإداريين، وتجري دراساتها بفلسفة كلنا سويا في المركز مع جميع أصحاب المصلحة والعمل، والتي تخطط للمستقبل من خلال التنبؤ بالعمل الدؤوب لمستقبل زاهر وصنع مكانة مرموقة لنفسها في المحفل العالمي. نعم، جامعة فرات هي بانتظاركم أنتم أيضا نحو مستقبل أفضل.